السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا المسمن اللي تيجي غزال البنات، مرق بدون تغريق، طريقه غزاله والله البنات، وغتبهركم وغتعجبكم. الا تيجي غزال البنات ما فيه لا تعب لا والو، لا بقى ورق لا قاد، لا تسنيه يرتاح لا والو، اختي غادا تعجنيه وغادا تورقيه وغادا طيبيه في نفس الوقت، تتورقيه وتطيبيه. المهم بلا ما نحرق لكم المراحل، خليكم معايا باش تكتشفوا الطريقه، ان شاء الله سهله وبسيطه وطريقه غتعجبكم المتبعين ديالي، طريقه جديده وزوينه، وجبت لكم طريقه سهله غتعجبكم ان شاء الله في رمضان وبالصحه والراحه. والله ما نقولش لكم البنات، خليكم معايا. المهم انا هنايا راني قطعت وحيده، ما نقولش لكم تيجي هشيش وتيجي رطب وتيجي ممرق وتيجي غزال بدون توريق، ممرق بدون توريق. خليكم معايا البنات وما فيش تعب، ووقت وجيز توزدي المسمن لضيوف الغفله، لوليداتك، لحبابك، الاصدقاء ديالك لك. المهم زوين البنات، فن 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 كما عجبني انا، وغادي نطبقوا الطريقه وغادي نطبقوا الوصفه وغادي يعجبكم وغادي تولوا معتمدين عليه وما غاديش تقدروا تستغناو عليه. والله البنات احفظكم بالله، الا طريقته سهله وزوينه، سهله وزوينه بزاف البنات. يلا معايا باش نشوفوا الطريقه والمكونات ان شاء الله باش تحضروا. عندي البنات السميده اللي خديتها من هنايا من عند قزار مغربي، عنده حالو تيبيع كلشي. المهم خديت من عنده السميده اللي غندير جوج كؤوس في هاد الحشوار، وغنطحن البنات هاد السميده اللي غتولي تبارك الله نيله، وغتعطيكم الطوع وغيجيكم المسمن يا البنات، ملاوي ولا مسمن كما حطيت لكم الملاوي في الفيديو السابق وعجبكم الحال. وشكرا لاي واحد خلى لي تعليق، وشكرا لاي واحد خلى لي لايك، شكرا لكم بزاف. المهم البنات درت جوج كيسان ديال السميد الناعم، ودرت معلقه ديال العسل، ودرت البنات الخميره الفوريه، خميره حبيبات، والمدافي والملح ما غاديش نديرها دابا خليه حتى للتالي. الخميره البنات تعطي الرطوبه للمسمن وما تضركش، كتاكليه وانت مرتاحه، كيعطيك داك كما تنقولوا تنفخ المسمن وتيجي زوين، ما يجيك صامت ويجيك غزال. درت جوج كيسان الاولين وزدت الكاس الثالث، صافي هنا البنات، وغنديه طحن طحن مزيان واحد 3 دقائق ولا جوج دقائق تيطحن مزيان. هنا البنات صافي، غنجيبو القصريه، غنصب كلشي في القصريه. واذا عندكم حتى العجانه بلا ما نكثروا علينا كما تنقولوا المواعن، صافي ديريكت لا عندكم حتى العجانه غطحنوا تكبوه في العجان تزيدوا الدقيق. صافي درت الزلافه الاولى صافي، وغنجمع هاد الزلافه هي الاولى، عاد ندير الملح. هنايا درت الملح باش ما تفسد لينا لا خميره لا والو. صافي البنات، وبحال شكل بوشيه راه العجينه خصها لك وتخبط مزيان باش يعطينا الطوع ويجينا المسمن، ما غتحتاجوا لا تخليوه يرتاح بزاف لا والو يا البنات. هذا قلت لكم ديال الزربه، ولكن راه تيجي غزال غزال غزال. دائما تنجي لكم الجديد والبسيط، ما عليكم غير تشجعوني الله يجازيكم بخير. والناس اللي تيشاهدوا القناه نتمنىكم البنات ديروا الاشتراك باش تبقاو توصلوا بالجديد، والناس اللي مشارك معايا شكرا لكم اللي خطيكم، وبارطاجيو مع العائله والاحباب ديالكم باش ان شاء الله كلشي يستافد من الوصفه، راها الاستفاده وصفه تستحق البارطاج كما تنقول لكم. درت جوج زليف ديال الفورص ودلكت العجينه وغطيتها خليتها ترتاح. هنا البنات عندي كاس ديال الفينو اللي درت فيه خميره الحلوى، ودرت فيها البنات جوج معالق ديال النيدو، ما كاينش نيدو بلاش ما ديروش، اللي متوفر عنده يديره يعطي واحد المذاق زوين للمسمن. هنا البنات انتم العجين تبارك الله، ما نقولش لكم مدلوك ومخدوم من داك الشيء. الخميره شفتو خديت منها غير معلقه صافي، درتها تما كلولت العجينه اللي ترتاحت واحد 5 دقائق، وخمسة دقائق في الاول هي 10 دقائق. المهم البنات ولكن ما غاديش تاخذكم منكم وقت، في نفس الوقت انا تنورق وانا تنخبز طريقه والله الا مدهشه زوينه بزاف غتعجبكم، وغتوليو معتمدين عليها في نفس الوقت غتوجدوا بلا ما نبقاو ورق، خليه في البلاطو يرتاح وعاد رجع دير المقلق وعاد سخن الطريقه غتعجبكم ان شاء الله.
وجربوها وخليو لي في التعاليق وغتعجبكم بزاف كما عجبتني ورضاتني غتعجبكم حتى نتوما. شوفوا العجين كم مرق تبارك الله بديك الخلطه اللي طحنتها في الاول، خلت العجينه جات ملسه وجات زوينه والسميده صافي طحنات ولات نيله ما بقاتش كما تنقولوا العجينه تمزق ولا تقطع. الزبده هنا البنات ذوبت الزبده، ذوبت الزبده وزدت معاها شويه الزيت صافي تندهن كندهن وغنغبر بديك الخلطه اللي حنتي ندهن نخلط بالخبره اللي عندي الفينو اللي عندي الفينو اللي عندي غادي نغبر صافي البنات. ولا يمكن لكم ديروا الفينو والفورس حتى هي طريقه غزاله يا البنات، الفينو والفورس هو تبرقوا به حتى هو زوين. صافي هنا البنات هو مغبره كامله، ايوا خليكم معايا تشوفوا الطريقه يا البنات اللي زوينه بزاف ما نقولش لكم. هنا تندير جوج فتيحات صافي البنات، كندير لها فتيحه من هنا وفتيحه من هنا وكنجيب الطيه لهنايا ونقادها قادو الجوانب على الجنب كون داكشي مقاد صافي البنات. ونجيب الجنب الاخر نزيدو فوق منها والمقله حدايا تتسخن. انا تنورق وانا تنخبز بهاد الطريقه اللي سهله ومدهشه وغزاله ورائعه بنعمل كلمه، نبغيكم تجربوها البنات المبتدئات غتسهل عليكم بزاف العمليه. صافي غنجيب البنات الطرف الاخر حتى هو بهذا الشكل وكنقطع واحد ورق الزبده على حسب المسمنه. بالنسبه للبنات البنات المبتدئات ديروها راه غتساعدكم بزاف في المسمن. بالنسبه ليا انايا غير عطيتكم هذه الفكره، اما انا راه صافي كنورق حدايا في الرخامه والمقله حدايا تيجيني داكشي ساهل قريب. البنات المبتدئات ديروا هاد ورق الزبده غيسهل عليكم غيسهل عليكم بزاف. غادي تربعوها بحال وتحطوها في داك ورق الزبده وتبسطوها فيه وترميوها في المقله. نبغيكم ديروا هاد الطريقه راه زوينه البنات. غنعاود معكم المسمنه الثانيه البنات غير باش توصل لكم الفكره. اما انا كما قلت لكم في نفس الوقت بدون توريق بدون نخليه يرتاح بدون حتى شي حاجه، انا تنورق نقرص ونقادها ونرميها ونحوض الاخرى ونمشي انا حاضيه صافي دغيا كملت البنات. وقت وزيز حصري على المسمن اللي تيجي الشهوه منه ما شاء الله ما تقنعوش منه. فن البنات بزاف البنات طلبوا مني الملاوي حطيتهم لكم طلبتوا المسمن، ولكن غير بارطاجيو زيدوا بارطاجيو وبيكم نتوما. انا باقا مستمره واخا القناه ما كبرتش بزاف البنات ما هادشي اللي عطى الله الغالب الله الله يصاوب، ولكن بالمتبعين اللي عندي غير قلال والحمد لله والله يجعلها نعمه دائمه. راني مستمره معاكم الله يخطيكم عليا. وكما كنقول لكم هاد القناه واخا ما رابحه فيها والو ولكن رحمه الوالدين والاستفاده كما تنقول لكم غتستافدوا من الوصفات ديالي والشرح مبسط والشرح واضح البنات وما كاينش الغش وشي حاجه عطيت لكم من القلب ديالي الخالص ما بدون نفاق بدون زواق. غادي نطبقوا الطريقه وغتنجح معكم ان شاء الله. هادشي اللي كاين البنات غير ولفنا وصافي وما القناه ما طلعاتش البنات ما كاينش. بزاف الناس يتفرجوا ما دايرينش اشتراك وما تيديروش لايك، ولكن نتمنى منكم تفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد ديالي دائما. وشكرا الناس اللي معايا في القناه شكرا لهم بزاف من البعيد ومن القريب العائله وكاع الحباب اللي تيتابعوني شكرا لكم بزاف. هنا البنات انتم شو صافي تتبسطوها تضربوا الجنيبات تضربوا بالكم بحال هكا انتم شو بنت لكم بحال هكا تطوه هنا العيب صافي وتتعاودوا ديك الرسم تيبقى يبان لا عيب لا والو صافي. انا تنوريكم داكشي بسيط وساهل وغزال. هنا كما قلت لكم ها هو الورق، هاد الورقه تتقطعوها مربعه بحال هكا المسمنه وتتحطوها فيها وتقادوها فيها وتجيبوها للمقله. ساهله يا البنات وغتساعدكم وما تخسرش لكم المسمنه اولا في يديكم وحيك الطريق ساهل وزوين صافي. هنا كانت المقله باقا ما سخناتش ليا مزيان ولكن راه المسمن جا روعه يا البنات روعه بالطريقه اللي درت لي جفن انا عجبني وحمقني. ونتمناكم البنات تجربوه راه غير رحمه الوالدين كما تنقول لكم فيها خير كثير. صافي هنا البنات المسمن تيتنفخ وتيجي مرق الورقه على الورقه ورطيطب ورائع بالصحه والراحه
وما تنسونيش من اللايك وما تنسونيش من الاشتراك ومن البارطاج البنات، الله يجزيكم بخير وعواشر مبروكة مسبقا، ويوم الله كلها زينة. وشكرا الناس اللي ضموا لقناتي، وشكرا الناس الجداد، وشكرا الناس القدام، وشكرا اي واحد تيخلي لي تعليق، شكرا لكم بزاف لهلا خطيكم عليا بكم نتوما باش مستمره. الله يجزيكم بخير والله يكثر خيركم والله يرحم الوالدين، هادشي اللي غنقول لكم. شكرا لكم بزاف، المسمن البنات رجاء رائع 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 بهالطريقه اللي عطيتكم، نبغيكم تجربوه ان شاء الله وردوا عليا الاخبار، الاخبار غنلقاها في التعاليق. شكرا لكم اللي خطيكم، غير تصور لي ما عطيش الحق ديالو والله البنات جا فن 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 بنعمه الكلمه، مرق وزوين ورطيطب وهشيش البنات كيشهي ما نقولش ليكم والله، غير كما كنقول لكم التصوير ما عطاش حقه بزاف. يلا ولاد السلام عليكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.